محادثات عسكرية سورية إيرانية رفيعة المستوى في توقيت ضاغط على المنطقة. وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقعا اتفاقا شاملا للتعاون يشمل عمل القوات المسلحة في البلدين وخصوصا تطوير الدفاعات الجوية. تم التوقيع على اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين، إضافة إلى مواصلة التنسيق بين الطرفين. رد سوري على محاولات التشويش على علاقات البلدين أكده العماد أيوب مع استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية. وإذا كان هناك من يراهن على تخريب هذه العلاقات أو إفشالها فأنه واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه. اللواء باقري جدد بدوره دعم بلاده لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها ومواجهة الإرهاب، انتقاد أيضا للتدخل التركي في الأراضي السورية والتأخر في إخراج المجموعات الإرهابية من إدلب. إذا كانت تركيا تواجه بعض المشاكل في أمن الحدود فالحل لا يتم داخل سوريا، هذه رؤية خاطئة، والحل الأمثل هو قيام الأتراك بالتفاوض مع الجانب السوري بشأن إدلب وشرقي الفرات وعدم تعقيد الأوضاع. الجانبان أكدا استمرارية التنسيق والتعاون بين الجيشين والعمل على مواجهة الإرهاب التكفيري وخروج جميع القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بشكل غير شرعي. التوقيت في توقيع اتفاقية التعاون العسكري يحمل معاني كبيرة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومع اشتداد الضغوط الأمريكية على الأرض عبر سرقة الثروات السورية أو عبر حرب التجويع. محمد الخضر، دمشق، الميادين.